كنت لسه بشيد بيه منذ لحظات، وقلت انه دايما القدر بينصفه بشكل كبير جدا جدا جدا. راجل كان عامل اداء رائع جدا مع المصري بنهايه الموسم الماضي، رحل عن النادي المصري. فاكر كان ضيف في هنا في رقم 10، وقال ان هو لا يمانع تدريب فريق في الدوري الممتاز، وبالفعل بعدها تلقى عرض من نادي الداخليه، تولى تدريب نادي الداخليه، وفي اول مباراه يفوز الكابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني للفريق. يا كابتن ميمي، الف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا استاذ كريم، وانت وشك حلو عليا، ولما انت عارف كنت اليوم الحمد لله نفسي ربنا يكرمك، انت تنبهت لي برضه بالكلام ده. كلها منظومه الحمد لله مع بعض، وده شغل النهارده والله يا كابتن ميمي. انا ولا بقول لك ولا بفرج على المباراه النهارده، بقول لك القدر دائما ينصف الكابتن ميمي عبد الرازق. والله ايوه، كانت مباراه صعبه، وبالعكس فريق محترم جدا وفريق قوي جدا. خلي بالك الفوز النهارده ما يغنيش عن حاجات، انا بادئ طبعا متاخر جدا، بس الفوز برضه ما يخلينيش اتمادى في الفرحه. يعني حتى النهارده القنوات كلها والله بتكلمني، يعني انا مبسوط، مش بتكلمني انا شخصيا، انا مبسوط لنادي الداخليه. الناس داخلية برضه نادي منظومه محترمه بقيادة اللواء عثمان. ارجو ان برضه الدعم للانديه دي يعني زي ما حضرتك النهارده سلطت الضوء عليها تشكر الحمد لله، لان في لعيبه برضه محتاجه تسلط على الضوء والكلام ده. لان بقى الموضوع الاستثمار النهارده، اللعيبه اللي بيظهر من هنا، تعرف بقى كل الانديه دلوقتي موضوع استثمار من هنا لهنا لهنا، فاللعيبه دي برضه جايه الداخليه عاوز تظهر نفسها. فانا النهارده بشكره على الفوز المعنوي، انما استثمار جدا جدا جدا. لا كابتن ميمي، كمان في نقطة مهمة جدا، الداخلية أنهى الموسم بصعوبة شديدة الموسم الماضي، وبقى على الحركرك يعني في الدوري الممتاز. لما تكون البداية النهاردة بانتصار أكيد يفرق معاك كتير. الحمد لله، هو الشوط الأول إحنا كنا كويسين الحمد لله بصراحة. إنبي الشوط الثاني برضو بصراحة برضو كويسة، وأهدرت يعني كان النهاردة كان متألق، النهاردة ربنا يكرمه كان متألق فوق العادة مع اللعيبة. اللعبة تعبت على قد الإمكانيات، على قد السيستم اللي هم لعبوا، ولما النهارده ميزه برضه عندهم لما يخرجوا الماتش الحمد لله بالثلاثه بونت. انت تعرف السنه اللي فاتت كانت الداخليه تعمل اداء راقي جدا جدا جدا، صح، وتبص في الدقيقه 95 صح، لما انت تتابع الفرقه تلاقي في الوقت الضايع صح تلاقي يحصل تعادل صح، وهم برضه السنه اللي فاتت عملوا فوز على انديه كبيره، بس كان في حوالي 22 لعيب اعاره صح، ال 22 لعيب مشوا. ما دي النقطة، دي النقطة اللي كنت هسألك فيها يا كابتن ميمي. ما هو أنت برضو هتعمل انتصار اللي عملته الأولاني، ممكن تنتصر بعد كده وتفوز مرة أخرى، بس لما تبص على قوام فرقة الداخلية بالمقارنة بفرق كثيرة أخرى، لا أنت في مهمة صعبة جدا. لا مهمة جامدة جدا، بس أنا معترف بحاجة. طول ما المنظومة، أنا معايا طبعا القائد اللي هو عثمان دسوقي والمشرف عام على الفريق، واللي هو يعتبر ماسك النادي مع الناس كلها، مع كل الناس اللي معاه مجلس الاداره، ناس محترمين بصراحه. احنا اشتغلنا على الامكانيات المتاحه بالنسبه لنا، الراجل بتاعه موفر كل حاجه بالنسبه لنا، فبنحاول نعمل اللعيبه، بنستغل موضوع اللعيبه. اللعيبه كلها انت عارف على مستوى مصر في اختلافات طبعا، فعلا في اختلافات وفي نوعيات زي ما انت شفت الكلام، انما برضه في اللاعب النهارده اللي عنده الاصرار وعنده الاجتهاد صحيح، وبيعرف النهارده ينفذ تعليمات مدربه بيبقى موجود في الملعب صحيح. من نواحي انت عارف هم اربع حالات في الكوره، التحول من الدفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع والضربات الثابته والضربات اللي عليك مظبوط، هذه كره قدم. فانت في لما بنفقد الكوره بتقف ازاي؟ احنا بنعمل الكوره بتقف ازاي؟ انا اسف اللي بتكلم كده، بس النهارده انا اعتبر الفوز معنوي لفرقه الداخليه، يعني على الاقل يرفع الروح المعنويه، لان الدوري كله هتلاقي موت. الدوري السنائي صعب جدا 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 صح جدا صح، كل الفرق جاهزه، هيبقى دوري قوي جدا يعني صحيح. انت عندك مباراه يعني، عندك مباراه ثقيله ايضا، المباراه القادمه يا كابتن مع مودرن فيوتشر. لا ده انا عندي يا كابتن، ما هو الناس بقى بتاخد الموضوع، ما انت بيقول لك مثلا النهارده زي المفاجات مثلا، انت بتبقى مثلا اللي هو سهله عندك مباراه ده كلها يعني كلها خلي بالك، يعني فيوتشر المصري على عينه وراسي على انه هتتلعب صح، هتقام صح معايا، بس انت اللي هي نوعيه اللعيبه ان هي تدير المباراه على حسب ما المدير الفني بيطلب منهم صح. فانا بصراحه النهارده بشكر كل لاعبي. انا حاسك يا كابتن ميمي مستني مواجهه المصري. لا ابدا، ده ناديه وغير الكلام ده، هي النهارده الاحتراف. انا اقول لك على كلمه، اتفضل. انا بشكر الراجل مستر كامل ابو علي لان هو اللي جابني في الفتره اللي فاتت بعد سموحه حوالي ثلاث سنين انا قاعد في قطاع الناشئين، والناس كلها زي ما انت كلمتني، فهو زي ما قلت خدت معاك القرار، فهو
يعني راهن عليا ان انا امسك الفريق الاول. صح. الفريق الاول راجل عظيم بعد كابتن حسام حسن. مدرب كبير ومدرب عظيم. فانا عشان اعمل النتائج اللي عملتها في النادي المصري باللعيبه اللي كانت معايا. صح. فالحمد لله غير ماتش الرابطة طبعا اللي هو الظروف الخطيره طبعا اللي طبعا قدر الله ما شاء فعل. بس بدايه كابتن ميمي. المركز الخامس. صح صح. لا انت عملت انا اشدت بدايه وقلت كابتن ميمي عمل اشبه بالمعجزه مع المصري مع نهايه الموسم الماضي. بس المصري السنه دي بدايته كانت صعبه جدا. وكان كل الاحترام كمان للراجل اللي جه كابتن علي ماهر. راجل محترم وراجل اخويا وراجل ليه معزه خاصه عندي وراجل من المدربين الكويسين جدا. جدا. الظروف الامكانيات يعني برضه حتى الامكانيات معايا انا كنت في مكان برضه في برج الحرم والامكانيات الكلام ده وعملت الكلام ده. انما الحمد لله انا اتمنى للنادي المصري والجماهير بورسعيد اللي هي اصلا هرجع بلدي اللي هي اصلا اللي هبقى فيها على طول وهدفن فيها. فالناس دي انا بحترمها وبحترم النادي المصري لان هو الاساس اللي ليه فضل عليا. في نفس الوقت نادي الداخليه لما فتح لي بابه لازم صح. كل ولائي وكل انتمائي صح. وكل مجهود النادي الداخليه مهما كان التمن. صحيح صحيح. كابتن الكبير كابتن ميمي عبد الرازق المدير الفني لفريق الداخليه انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وبهنيك على فوزك اليوم.